الخير عليكم. اليوم البرايم العاشر و يلا هم معايا نسولوا صحابي كيفاش جاهم اليوم البرايم، واش راضين على راسهم ولا لا. انا اليوم غنكون ريبورتر معكم، يلا معنا. اولا كنحيي جميع المغاربه، كنبغيكم بزاف وجميع المغرب العربي والعرب كلهم. اولا انا راضي على راسي بزاف بزاف بزاف، حسيت براسي متقدم بزاف وغنيت اليوم مزيان. بدي كنقول لخويا وحبيبي انيس مبروك الرجوع، تستاهل. كنقول مابيل مابيل دائما دائما تبقاي انت مشروع نجمه في المستقبليه، وانت قدمتي واحد الشيء زوين رغم من سن الصغار ديالك. وكنا كنبغيو كنا كندعموك والله يوفقك. بونسوار. اول شيء حنان تابلوكم كان بياخذ العقل، شيء كثير حلو. البرايم ككل كان كثير تمام، على طول في سلبيات ايجابيات، بس الايجابيات هلا اكثر بكثير. ان شاء الله خير لتقدم على طول. بدي اقول لمابيل انا كثير بحبها وانا بموت فيها، وبس اطلع هي اول شيء رح اعمله هو انه نروح لعندها، واول شيء رح اعمله انه نروح اغمرها وبوسها لانه حتترك فراغ كبير بالاكاديمية هلا. ويقبرني جمالها، يقبرني قلبها وجمالها وموديلها وكبرها وكلها، وبحبها كثير انا. بدي اقول لها جود لك برا، هي نجمه عالميه، هي بتعرف هيدا الشيء، هي اشتغلت اكثر حدا فينا وتعبت رغم انه عمرها صغير. بس وبدي اقول لانيس مبروك، الف مبروك لانه رجع. ميرسي. مش عم لك لقلك انه مبروك، عم لا. ميرسي مروان. دينا. وبدي اقول لرافائيل كثير كان حلو التابلو، بهنيه عن جد. وبس. ميرسي مروان. اوكي دينا الحلوه ملكة المسرح، شنو بغيتي تقولي لانيس ومابيل، وشنو بغيتي تقولي حيت انت في لي توب 3؟ فرحانه براسك، فخوره فرحانه براسك. كيفاش كانت، كيفاش شفتي اليوم التابلو ديالك؟ وانا بغيت نقول لك كان التابلو ديالك تبارك الله زوين، ولك الكلمه. عايزه اقول ان انا مبسوطه جدا ان انا اخذت التابلو ده النهارده، لانه في رقص شرقي وانا بعشق الرقص الشرقي ده اولا. وعايزه اقول لمابيل حبيبه قلبي، هي عارفه انا ودعتها من قبل ما قبليها بيوم، يعني قعدنا نتكلم شويه. طبعا هيحصل فراغ كبير بالنسبه لي لاني كانت اقرب واحده بقعد اتكلم معاها بعد شانتال حبيبه قلبي. ومبروك لانيس، وان شاء الله بالتوفيق وتبقى دايما كده في تقدم، ما تطلعش نوميني تاني. ومبروك لحبيب قلبي محمد عباس ابن بلدي حبيبي، مبروك على توب 1، ومبروك لرافائيل على التوب 2. والنهارده بهدل الدنيا في البرايم، مظبط التظبيط. ومبروك ليا انا التوب 3، مبسوطه جدا. مبروك يا دينا على توب 3. مش بتكلم، مبسوطه جدا 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 ان انا توب 3. ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله توب 1. ميرسي يا دينا. اليوم يعني برسك نجمت ان نحقق شويه من حلمي اللي كنت نغني مع ملحم زين، والحمد لله غنيت معه اليوم في البرايم. انا حسيت روحي غنيت تحفون، وغدوه ما نعرفش هادي شراره شنو باش يقول. انت يا حاليا راضي على راسك شنو درتي؟ انا راضي على راسي دوكا راضي على راسي، لكن ما نعرفش بكره شنو باش يصير. بالنسبه للتوب 3 ان شاء الله مبروك، ودينا خليك هكاك ديما في التوب. وبيسو مبروك اخيرا، يعني اخذ توب 1 لانه عن جد بيستحق. ورافو ان شاء الله يا ربي توب 1 نشوفوه. بالنسبه لمابيل، شي واز وان اوف ماي بيست فريندز في الاكاديمي، وبتضل. مابيل نجمه عالميه، يعني نجمة توري هذا للجمهورها في كل برايم بالتابلويات الواو اللي قاعده تعملهم، رغم صغر سنها، لكن يعني نجمه تعمل البرشا في شويه. يعني مابيل يعني ميرسي ناسيم، كل ما وانت كنتي حلوه اليوم وما نشستيش وكله حلو. ثانك يو ناسيم، وحلو شعرك والورده وكله. ميرسي ناسيم. فرحانه براسك؟ انا اكثر مره فرحانه براسي هي اليوم. بغيت نقول للناس اللي كيبغيوني تستاو مني اكثر واكثر واكثر، حيت مازال كنقدر ندير بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. كنموت عليكم، كنموت عليكم. يلا دابا نمشيو عند ملكه الاكاديمي هايدي. شنو بغيتي تقولي اليوم في البرايم؟ عجبك الاداء ديالك؟ كيفاش كنتي؟ وشنو بغيتي تقولي على لي توب 3 وانيس ومابيل؟ لكن كلمه يا حلوه. اول
حاجة عايزة ابتدي بمابيل، كانت من اقرب الناس ليا انا شخصيا، وانا كنت بحبها قوي. انسانة صادقة قوي وشخصيتها حلوة قوي، وعايزة اقول لها ربنا يوفقك، لان يا مابيل انت مش محتاجة الكلام ده. احنا عارفين كلنا دلوقتي ان انت بقى عندك جمهور برا كبير قوي 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 مستنيكي وبيدعمك، وان شاء الله هتبقي نجمة كبيرة ونجمة عالمية كمان. واشوفك في الاكاديمي بقى. وانيس حبيبي الف مبروك، انيس تستاهلها، ان انت انسان بتجمع بين يعني اصعب حاجتين على الستيج، الرقص والغنى، ومحدش غيرك بيعرف يعمل ده فينا كلنا طبعا الا كان موبيل كمان. فيعني ان شاء الله احسن واحسن، وما يطلعش نوميني تاني بقى. والتوب 3 الف مبروك لعلبيسو لاول مره توب 1، ويستاهلها قوي 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 عباس بجد. ودينا حبيبتي الف مبروك، وكمان رافائيل اشتغل على نفسه قوي وربنا يوفقه. وابراهيم النهارده كان حلو قوي قوي، ويعني ان شاء الله بقى يا رب نعجبكم دايما. انيس je suis très 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 fière de toi et كنقول انيس بن بلادي مبروك عليك. وبغيت نقول مابيل انه انا ما خايفاش عليها، حيت عارفه كما مابيل كتسنها بزاف ديال الحوايج زوينين برا. كنموت على مابيل، هي كانت صغيره فينا في الاكاديمي، وكنتمنى لها النجاح ان شاء الله. وعارفه ما نخافش عليها بزاف ديال الحوايج، حيت نجمه عالميه ما شاء الله عليها. انيس خويا مبروك عليك رجوعك لينا، وشنو بغيتي تقول؟ وانا فرحانه عليك بزاف بزاف بزاف. اكزاكتومون كيما قلتي، مابيل نجمه عالميه، و هي كان دائما تقول اتس جيم، وكل واحد فينا يمشي. هذه المره هي مشيت، بدات لا بروشان فوا انا، بدات لا بروشان فوا نيمبورت واحد قادر يروح. برايم اليوم كان روعه. برافو لدينا، برافو لرافائيل وعباس حبيبي، يستاهل. نقول انه ونشكر كذلك كثير 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 كاع الناس اللي صوتوا لي في الجزائر وفي الوطن العربي. نحبكم بزاف عائلتي، وكمان نجمه العرب الجزائريه، نحبك بزاف بزاف بزاف. شكرا لدعمك ليا ووقفتك معايا في المسرح اليوم، شكرا كثير. انيس نبغي نقول لك عارفين كو انت وما بال من اقرب الناس، من اقرب الاشخاص اللي بعديتكم في الاكاديمي. عارفه حاسه بك، حاسه بواحد صراحه بحزن، حيت فرحان لي انك رجعتي، او ميم طون ما عرفتيش واش تفرح ولا تحزن، حيت البنت اللي كانت قريبه ليك مشات. شنو بغيتي تقول لها هي دابا كتشوف فيك؟ شنو بغيتي تقول لها؟ مابيل شي واز ذا كلوزست بيرسون اللي قبل الاكاديمي. مثل ما قالت هايدي، انسانه صادقه كثير و بزاف. وانا تقربت لها من اول نهار شفتو فيها في الاكاديمي، على طيبتها وعلى نيتها. واكيد انا مش خايف عليها. احنا تفهمنا انه قبل ما يخرجوا لي غزولتا، تفهمنا انه اللي يطلع فينا من البروغرام ما راحش يزعف، ما راحش يكون حزين، لانه برا في حوايج بزاف 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 حلوه تستنى فيه. ونقولها انه اذا بقيت انا للفاينل ان شاء الله دونك 4 سيمان جو لا ريفوار، واذا ما بقيتش في الفاينل انا دونك نتلاقى فور شور. شنو بغيتي تقول علينا انا وياك؟ وشنو بغيتي تقول انا وياك علينا انا وياك انا وياك؟ شنو بغيتي تقول؟ شنو بغيتي تقول علينا انا وياك؟ يلا ما في دبلجه انت بقى. لا بس مغرب ترجمه ما في. هلا فهمت انا وياك. مبسوطه انت كنت في الطابلو اليوم؟ انا فرحت بزاف. و انا مبسوطه. ايه ولا لا مبسوطه كثير؟ اوكي انا كمان مبسوط، وكان كثير حلو انا بنظري، وان شاء الله نكون غنينا كمان انا بنظري غنينا ان شاء الله بنظر الاساس يكون كثير منيح. و انا كثير مبسوط اني غنيت معك بهيك طابلو، كان اول طابلو الي، وكان الشرف سلطانه انه ميرسي يا سلطان. بينك بيني وبينك طابلو، وحابب اقول لعباس مبروك ولدينا تشد حالها، وان شاء الله انا توب 1 جمعه الجايه ان شاء الله، وتصفرني معك خمسه بعيونك. وبدي اقول لها مبال تنتبه على حالها كثير، وهي اكثر من فنانة بالنسبة لي، وأكثر من شخص فات على
طالب فات على ستار أكاديمي. هي حبيبة قلبي وهي بتعرف شو يعني حبيبة قلبي. ما حتوقف مبال، مبال قدامها مستقبل كتير كبير وقادرة توصل، لأنه هي شخص من أوضتها وصلت لهون، هي بتفهم شو يعني. ما تحبها كتير لمبال. مرسي رافايال، وما بغي نقول أنا ليكم يقالك يشوفوني كان حماق عليكم، و انتوما كل شيء، وكل شيء اللي كنديرو انا لودكم انتوما، وغنبقى ندير هذاك الشيء على ودكم انتوما. وان شاء الله نكون عجبتكم اليوم في البرايم. ونبغي نقول مابيل كيف ما قلت هي نجمه عالميه وما نخافش عليها، هذه لعبه كلنا خارجين في الاخر كنحمق عليها. نبغي نقول انيس ولد بلادي مبروك عليك، ونبغي نقول لي توب 3 رافائيل ومحمد عباس مبروك عليه توب 1 يستاهل حيت خدم. دينا مبروك عليك توب 3. وكنت معكم انا مع صحابي ان شاء الله نتلاقاو في الحلقه الجايه. نموت عليكم.